مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. يثير أبطال العالم ذو الذيل مشاعر مزدوجة، من ناحية بالإعجاب ومن ناحية أخرى بالخوف. فمرحبا بالجميع في قناة عالم المعرفة، وهؤلاء هم أقوى 10 كلاب في العالم. هيا بنا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. الروتوايلر. هناك أساطير حول قوة هذا الكلب وطبيعته الهائلة. هناك حقيقتان فقط تكفيان لفهم وإدراك حقيقة قوة الروتوايلر. جلب المالكون الأوائل لهذه السلالة الكلاب واستعملوها في تربية الأبقار، وكانوا يستخدمونها لنقل البضائع الضخمة. وقد حرس العمالقة الهائلون أصحاب المنازل والمزارع وحتى ممتلكاتهم بشكل رئيسي، ولقد ساعدوا في قيادة الماشية وحتى حراستها. واستخدم كلب الروتوايلر بنشاط كبير في الشرطة والمباحث، ومؤخرا فقط هجرت الكلاب إلى الشقق وأصبحت المفضلة لدى العائلات. الكلب الجنوب إفريقي. هو كلب قوي وحاسم، ولدت هذه السلالة في إفريقيا، وعلى الرغم من تربية البلطجة لهذا الكلب، تعتبر سلالات البوربويل كلب الخدمة والحراسة. الحيلة هي أنه حتى المالك المتمرس لا يعرف ما يمكن لحيوانه الأليف القيام به. عندما يتطلب الوضع إجراءات حاسمة، لا يمكن للبوربويل إيقاف قوته العدوانية وحماسه. مع اندفاع كلاب إلى المعركة بعدوانية، الضرب والتخويف بطبيعة الحال مثل أشرطة الحيوانات الأليفة خطيرة جدا. وبطبيعة الحال أيضا تتطلب هذه الحيوانات الأليفة تربية عالية الجودة وسياجا قويا وعاليا، لأنها سوف تقوم باحتلال الأراضي المجاورة الخاصة بالجيران وتهجم على حراسها. فخارج موقعه يكون هذا الكلب حارسا ممتازا لمالكه وأولي عائلته، وخاصة مع الأطفال، فهو يتعامل معهم بلطف وصبر كبير جدا. ألاسكا مالاموت. الضيف من أقصى الشمال. جسد هذا الحيوان ساكن المدينة بالفعل مملوء بالقوة والشجاعة. في التدريب الصحيح، مالاموت قد يكون مفاجئا في أي لحظة. يمكن لزوج من الكلاب سحب عربة تزلج بسهولة، ويمكن أن يقال أن هذا مجرد الترفيه اليومي العادي للمالاموت. تنتمي السلالة إلى الشمال، وتدرب على جر المزلقة لنقل البضائع الثقيلة بسرعة متوسطة. بالمناسبة، الهيسكي السيبيري الذي يعتبر أيضا قويا، فهذه الكلاب ولدت لنقل البضائع الخفيفة ولكن بسرعة عالية. الملاكم الألماني. كلب أنيق وذكي ومطيع ومن أهم السلالات. هو كلب مناسب للعائلات التي لديها أطفال لحراسة شقة أو المنزل أو المالك. ذو الأربع أرجل، كلب اجتماعي للغاية إذا دربته بشكل صحيح. إن هذه الكلاب البالغة هادئة، وحتى أنها تفتخر بتشكيلها الجسدي الطبيعي، وتعتمد القوة البدنية للكلب على جودة التغذية والرعاية. وولدت هذه الكلاب في ألمانيا، وأجدادهم هو كلب البولدوغ الإنجليزي. ستافوردشاير تيرير. هو كلب مرعب ومخيف للعديد من أماكن تربية الكلاب عديمي الخبرة. وبالنسبة للناس العاديين، الستافوردشاير تيرير في الواقع لا يشكل تهديدا للبشر. تم تربية السلالة للقتال مع الكلاب الأخرى، وبالتعليم الصحيح يتماشى جيدا مع الأطفال، وحتى أنه يتحمل رعايتهم. جلبت تربية عامة من الناس غير المنضبطة على مبدأ ما إلى الكلاب لقب القاتلة. في بعض البلدان يحظر تربية هذه السلالة، ومن أجل شراء جرود تحتاج إلى الحصول على إذن كإذن الحصول على سلاح. وبالتدريب الصحيح يصبح هذا الكلب حارسا شخصيا ممتازا للشقة. دوبرمان. بطل اللقب العالمي الثاني للكلب المخلص حقا هو الدوبرمان. كلب صغير خفيف الوزن يتنافس مع متنافسيه الكبار بسبب سرعة ردة فعله وخفة حركته. الكلاب هي إقليمية للغاية وتعمل بشكل جيد منفردة. نعم، الحماية من قبلها تستحق الثناء. تم تربية السلالة أولا من قبل هواة جمع الكلاب. يحفز كلبا بسرعة وهو مخيف، وكذلك ملائم للسكان الذين كانوا يخافون من أولئك الذين يرغبون في الحصول على أموال سهلة. حراس الأمن الشخصي هو مجرد حيوان أليف، وتكمن أهميته في المواقف الحرجة. على الرغم من الوزن الخفيف، فإن هجوم الدوبرمان خطير للغاية، لأن الكلب يتجه بسرعة نحو العدو
وينقض عليه بمساعدة أرجله. لا يستحق الحديث أكثر عن قوة عواقب هجماته، لأنه يمتلك فكا عميقا مع أسنان كبيرة. لايكا. السلالة تنتمي إلى كلاب الصيد. المهارة الرئيسية هي الإحاطة بالفريسة وعدم تركها تهرب والاستمرار بالنباح حتى يقترب الصياد. الحديث عن أقوى نباح. كما أنها كلاب عدوانية ضد الدببة التي لا تمتلك فرصة أمامها، وباستثناء الدببة تجد هذه الكلاب التعامل مع الظباء والغزلان والخنازير البرية. ومن بين كل هذه الحيوانات لا يمكن الشك في قدرات كلاب لايكا. الكلب الكناري. هذه السلالة نادرة للغاية عن طريق القياس مع العديد من المنافسين. يعتبر تفرد هذا الكلب خطيرا ومحظورا في بعض البلدان. هذا الكلب يمتلك قوة وشجاعة يكاد يكون من المستحيل أن تنكسر. حتى لو لم يتعامل المالك بقسوة مع الحيوان الأليف، فإن الكلب ينمو قويا وشرسا. وأهم عامل يتعلق بهذه الكلاب التغذية السليمة والمتوازنة والتدريب الصحيح. الكلب الأرجنتيني. أبيض وليس رقيق، وذو مظهر خارجي جاد وشخصية صلبة. مع التنشئة الصحيحة فإن الكلب الأرجنتيني رياضي للغاية وقوي ومتوازن، ويمكن التحكم فيه ليصبح مثل كلاب الصطاف أو البولبيرت. الأرجنتيني محظور على التربية في العديد من البلدان. كانت هناك أسباب لمثل هذه المحظورات، وربما كان ذلك أفضل. على الأقل يمكن لأولئك الذين يرتبطون بشخصية ونفس الكلب مع المسؤولية الكاملة أن يقوموا بتربيته. المهارة الرئيسية للسلالة هي حماية المالك، أي أن الكلب يعد كلب حراسة شخصي. في سن مبكرة تكون الكلاب الأرجنتينية عنيدة، لأن تربية جرو ضعيف تتطلب خبرة وصبرا كبير والقدرة على إيجاد نهج للتعامل مع الحيوان. قد يستغرق الأمر عدة أشهر أو عام لتحقيق الانسجام والتفاهم، وطوال هذا الوقت ستتمسك هذه الكلاب بنفسها وتظهر سلوكا مستقلا. يعلم المدربون ذو الخبرة أن هذه الظاهرة مؤقتة، ولكن لا يمكن تركها تستمر نحو الانحراف. كلب الراعي الآسيوي القوقازي. هناك سلالتان مخيفتان من هذا الكلب، ألاباي والقوقازي. يخاف الناس من هؤلاء العمالقة، وربما ليس عبثا أن هذه السلالات تنتمي إلى حراس الأمن. مع التنشئة الصحيحة هم هادئون في الحياة اليومية، ولكن يهاجمون بلا خوف في المعارك. عند اختيار مثل هذه السلالة الخطيرة يجدر النظر في حالتين فقط، نقاء الدم والصحة. لأن ألاباي أو القوقاز قد تشكل في الواقع تهديدا، إلا أن هذه السلالات ولدت لاستخدامها لاستعادة الماشية في الجبال. من المضحك أن ألاباي يعمل وهو منفرد بشكل أفضل من مجموعة كلاب القوقاز، وكلا السلالتين يصعب إرضاؤهم في الاستمالة أو طاعة الأمر، ولكنهم يحتاجون إلى مساحة كبيرة. لحماية جميع الكلاب من هذا النوع لا ينصح تماما بحبسها في أقفاص أو أماكن مغلقة، بما أن هذا الإجراء يدمر نفسية أي كلب. فإن كان الأمر واضحا إلى حد ما مع الكلاب القوقازية الراعية، فإن العديد من المالكين المحتملين لديهم عدد من الأسئلة حول كلاب ألاباي. من السهل أن نرى أنه في نفس المدن تنتشر فيها هذه السلالة، أو حتى في مناطق الرعي أن هناك نوعين مختلفتين من كلاب ألاباي. الأولى أقوى وأكثر سمكا في الرقبة، والنوع الثاني هو أطول ورشيق. النوع الأول هو راعي جبال حقيقي في آسيا الوسطى، وتنتشر هذه الكلاب على نطاق واسع في المساحات الشاسعة من آسيا، ولكن ليس في المدن. والسبب ليس فقط القوة المثيرة للإعجاب، ولكن أيضا العدوان الذي تتميز به. النوع الثاني ذو وزن خفيف، وهو نتيجة التكاثر التجاري الذي مكن عائلات المدينة من شرائه والاستمتاع به. وهذا النوع من الكلاب اليوم يتم تربيتها بنجاح. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم يا أصدقائي، فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديدنا. نراكم بالفيديو المقبل.